أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زواج أولاد العم الجزء 98. زواج أولاد العم هو الزواج بين ذكر وأنثى، علاقة النسب بينهم إنهم أولاد عم. وزواج أولاد العم هو الزواج الصحيح المشهور المقبول عند العرب والمعروف في عادات وتقاليد العرب وتاريخ العرب، وأغره الإسلام وأغر لصحته القرآن والحديث، مما جعله هو الزواج الصحيح الحلال في الدين الإسلامي. فزواج أولاد العم هو الاختيار للزواج في العرب، إنه أغلب العرب متزوجين من أولاد عمهم ومن أهلهم، وما زال هذه العادات والتقاليد في زواج أولاد العم موجودة في العرب حول العالم. وقيل في بلاد العرب النسب تصل إلى أنه 50% متزوجين من أولاد عمهم، فنص المجتمع من زواج أولاد عم على الأقل. وفي المجتمعات المسلمة حتى الغير عربية برضو في نسب عالية في زواج أولاد العم والأهل. ولكن الحصل أنه في 1400 هجرية بدأ في قبول لزواج الغريب في المجتمعات العربية والإسلامية، إنه قديما زمان كان الاختيار واحد هو زواج أولاد العم، وإنه كانت الكلمة واحدة والاختيار واحد إنه صحة زواج أولاد العم. أما في هذا العصر بقى إنه زواج الغريب كترت نسبته في المجتمعات العربية والإسلامية، وبقى في قبول لهذه الأنواع من الأزواج في المجتمعات العربية والإسلامية، وكثر واشتهر هذه الزوجات من الغريب بين العرب والمسلمين، مما يجعله شيء خطر وشيء ضرر وشيء غير مقبول، ويبقى أهمية معرفة حقيقة زواج أولاد العم هو الزواج الصحيح والحلال في الإسلام، وتوضيح الخطأ في زواج الغريب ولماذا حرمه الله في القرآن. قال الله في سورة الأحزاب الآية 52: لا يحل لك النساء من بعد، صدق الله العظيم. وهذا التحريم يأتي من لا يحل، إنه ليس حلال الزواج من أي مرأة من كل النساء. ولكن قبلها بآيتين قال الله في نفس السورة، سورة الأحزاب الآية 50، قال الله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. وقال الله: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. فهذا هو الفرض في الزواج، في إحلال بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. وطبعا هذا إحلال لجميع أمة محمد، ولكن الرجل حليلته بتكون بنت عمه الكفء، فإن لم يجد بنت عمه فبنت عمته الكفء، فإن لم يجد بنت عمته فيجد بنت خاله الكفء، وإن لم يجد بنت خاله يجد بنت خالته الكفء. وحتى إن لم يكن يجد في هذه الفئات يرجع لبنت عم أبوه وبنتها وبنت عمة أبوه وبنتها وبنت خال أبوه وبنتها وبنت خالة أبوه وبنتها، أو بنت عم أمه وبنتها،
أو بنت عمه أمه وبنتها وبنت عمته خالت خاله أمه بنت خال أمه وبنتها وبنت خالة أمه وبنتها، ويرجع إلى جدوده حتى يجد زوجته الكفء من عائلته ومن قبيلته من شعب الإنسان. فالعرب والمسلمين والإنسانية كانوا في تفكير في اختيار زواج أولاد العم أو زواج الغريب في نقاط معينة مهمة بيفكروا فيها في اختيار زواج أولاد العم، وهي إنه بنت العم هي جزء من العائلة، جزء من القبيلة، من الشعب الإنساني، في ملكة غير الملكة الصريحة حقت إنه الرجل من حقه بنت عمه، إنه الرجل الذكر من حقه معنى أخ الآب، الأخ أذى أبا يرفض، إنه هذا المعنى لرفض الأذى والخير الذي في بنت العم يرى العرب إنه من حق الرجل ومن كونه ذكر، إنه وهذا تأييد لمعاني العقل في إنه الوجود والعطاء والخير والقوة التي هي في معاني الذكور والرجال هي الشيء الذي يغوى ويسند ويؤكد ويغر ويتقبل، ولذلك جزء من الحقوق والمفاهيم العربية إنه الرجل من حق بنت عمه، وهو للقول بالطيبة إنه الإنسان يقوي ويؤكد من خيره ومن فكره الطيب والخير، إنه ينصر ويؤيد معاني الذكورة والرجالة لمعاني الخير والعطاء والوجود والحياء والاستمرارية. ولكن غير هذه الملكة الخاصة إنه الرجل من حقه بنت عمه الكفء الحليلة، ولكن في ملكة عامة في العائلة وفي القبيلة وفي الشعب الإنساني. قال الله فصيلته التي تأويه إنه كل بنات عمه كل بنات عماته بنات خاله بنات خالاته، وأي شخص ينسب لك بالدم وباللحم من أهلك ومن عائلتك أنت عندك حقية تقول إنه لك وعندك فيه منفعة وعندك فيه خير، ويكون عندك حق في ما يكون في حياته وترضى له الخير وترفض له الأذى، هذا شيء طبيعي. ولذلك في اختيار بنت العم إنه الرجل والأنثى بيستحوا إنه بعد هذا النظام الاجتماعي حق العائلات والقبائل والشعوب الإنسانية الذي فيه كل شخص بيرضى بأهله وبقبيلته بشعبه الإنساني، إنه في زواج الغريب بيضطر للقول بأنه يمكنه الانتماء والقبول والحقية لإنسان آخر من عائلة أخرى من قبيلة تانية من شعب إنساني آخر، وهذا الناس بتستحي من هذا إنه في صعوبة إنه الإنسان يقول حاجة هو من ولدوها ما بتبقى ليه ولا حقته، فجأة كده يقول دي حاجة حقتي وبتبقى لي، إنه المرة اللي لاقاها في السوق وهي من عائلة أو قبيلة أو شعب إنساني آخر يأخذها البيت ويقول تكون زوجته أم أولاده وتكون له حقته والاستعماله الخاص ولحياته، هذا صعب الناس يتقبلونه، وصعب الإنسان يتقبله في نفسه أن يظهر للناس إنه يمكنه قول مثل هذا الظلم، إنه في أخذ حق الناس والقول بأنه ينتمي له ويكون حقا له. فهذه من الأسباب التي بتمنع زواج الغريب، هذا الرفض للقول بأنه شخص من عائلة أو قبيلة أخرى أو شعب إنساني آخر إنه يكون حقه أو ينتفع منه أو يستعمله
أو إنه أحبه أو أعجب به أو أراده، هذا شيء غريب في طبع الناس، يستحي الناس منه، إنه بعد ذاك الناس يقولوا احتمال هو بيسرق، مدام هو ساهل يوضح للناس إنه بياخذ أنثى من قبيلة أخرى أو عندها رجل من قبيلة أخرى أو عائلة أخرى أو شعب إنساني آخر. فهذا هو القول بالزور بالتزوير، والقول بالسرقة مما يستحي الناس ولا يرضاه أن ينسب إلى عرضهم. ولذلك حتى في الزواجات السفاح والزنا لا تكون مع القريب، ولكن بتكون مع الأهل، في بين الأهل، إنه الرجل يترك بنت عمه عشان يريد أن يتزوج بنت عم أبوه أو بنت عم جده، يعني ما بيمشوا بعيد. يعني أغلب الناس حتى في العرب وفي المسلمين بالذات في عصرنا، حتى عندما يريدون أن يزنوا ولا يتزوجون بنت عمهم الكف، ولا تريد أن تتزوج ابن عمها الكف، أغلبهم كثير منهم لا يتزوج غريبة من عائلة أخرى أو قبيلة أخرى أو شعب إنساني آخر، ولكن يكون الزنا داخل القبيلة، وهو لأنه في تسهيل، إنه بيقدر أن يقول ويقدر أن يقول إنها هي ملكه أو عنده هو حق فيها، لأن هي من قبيلته ومن شعبه الإنساني أو من عائلته. وبيستعملوا وصف القرابة بينهم، إن هذا هو سبب الحقية، إن هي من عائلته، إن هي من قبيلته، من شعب الإنساني، إن هي بنت عم جده، أو هي بنت خالته، إنه ترك بنت عمه الكف مثلا لبنت عم بنت عمه ليس الكف، وخطها الأصغر منها، حبا في إنه البنت الصغيرة في العمر أجمل من الكبيرة، أو تزوج بنت خالته، أو تزوج بنت عم جده، أو تزوج بنت خالة أمه، إنه زنا، إنه لم يتزوج بنت عمه الكف الحليلة وتزوج غيرها، ويذكر علاقتهم في النسب إن هي تعطيه حقية، إنهم ما زالوا من نفس الفئة، من نفس الفصيلة الإنسانية، وعندهم حقوق على بعض مجازية، فيرخصون الزواج منهم لسبب هذا القول بالأهلية والملك والملكية. وإن كان الملك بنت العم الكفء هي لسبب إنه بنت العم الكفء الكفاءة التشابه فيها الحق الحياء، إنه فيها معاني الزمة، وإن الشيء الذي يناسبك وغدرك هو يمكنك القول بأنه تملكه لأنه فيه منفعتك. ولكن أهم من ذلك إنه علاقة أولاد العم الكف إنه أطهر علاقة، فيها بيكون بركة معرفة وجود الله، إنه إن الله أطهر منه ما في، إن الله كامل الطهر وقدوس، ولذلك إلا أطهر علاقة يمكن أن يقال أن الله باركها وأيدها وينصرها، وأولادها بيكونوا يقدرون أن ينسبوا لله الخالق، ويقدروا أن ينسبوا إلى أبوهم. أما في العلاقات إن الرجل ترك بنت عمه الكفء الحليلة، تزوج بنت خالته أو بنت عم جده أو بنت خالة أمه، هذه العلاقات ليس هي أطهر علاقة ممكنة، إنما بنت عمه الكف هي التي أطهر علاقة. فبنت عمه الكف هي التي فيها اسم الله، العلاقة التي يرضاها الله،
والأطفال يكونوا منها عارفين بالله. أما العلاقات الأخرى ليس فيها هذا البركة إنه أولاده من بنت خالته أو من بنت عم جده أو من بنت خالة أمه عندما يولدون ويكبرون ويوعون يجدون أنه أبوهم لم يتزوج بنت عمه الكف الحليلة العلاقة التي فيها تأييد وجود الله. ولذلك قال الله أن أمك وأبوك أن أرادوا أن يجعلوك مشركا أنك لا تبرهم. فعندما الأب لا يكون ولد أولاده من العلاقة الطاهرة التي تؤيد وجود الله هذا إثبات أنها هي علاقة باطلة وأنها هي علاقة كانت محرمة ولكن تظاهروا بشرعيتها. والأطفال هم أولاد حرام لأنهم لا يمكن أن ينسبون إلى الخالق الله، ليس هم من العلاقة الطاهرة التي تؤيد وجود الله أطهر علاقة. ولذلك إن لم يكن أن ينسبوهم للخالقهم الذي خلق اللحم والدم كيف والذي خلقهم ليعبدونه وما خلقت الجن إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف يمكن الإنسان أن ينسبهم إلى نفسه؟ ومن يريد أن ينسب أطفال لا يعرفون الله لنفسه بالذات لو هو الإنسان مسلم أو عربي؟ فلذلك الزنا ليس فقط الزنا أن يكون مع الغريب من قبيلة أو شعب إنساني آخر، ولكن حتى الزنا داخل العائلات وداخل القبيلة والشعب الإنساني فيه من المضرة الدينية والمضرة الاجتماعية. ولكن المجتمع يتقبل الزنا داخل العائلة وداخل القبيلة والشعب الإنساني لسبب إنه ألطف، إنه عندما الرجل يتزوج بنت خالته ويترك بنت عمه الكف أو يتزوج بنت عم جده أو بنت خالة أمه. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر من الزنا داخل العائلة وقال الحم الموت. ففي هذا الحديث نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الزنا داخل العائلة. والحم أول معنى وصح معنى فيه هو أخو الزوج، يعني مع ابن عمه الكف زوجها حليلها ولكن أخوه الأصغر منه أو أخوه الأكبر منه، فيكون بينهم الجماع والولادة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحم الموت، وهو لأنه الرجل ابن عمه الكف الحليل هذه هي العلاقة الطاهرة التي هي علاقة التشابه كثرة الكفاءة. هم جميعا أولاد عمها فيهم معنى أخ الآب، ولكن حليلها هو الذي فيه يكثر التشابه الصفات الكفاءة، وهذا التشابه يأتي بمعاني الطهر، إنه كما الاختلاف وجمع الاختلاف فيه معاني النجاسة، فيه معاني الاختلاف العورات أو معاني جمع المختلف في جمع العورات وفي الجماع، فهي معاني نجسة. فلذلك إنه الرجل ابن عمها الكفء فيه معاني الطهر التي يمكن يكون منها الحياء. فأما أخوانه لأن علاقة الأخوان علاقة طاهرة ممنوع فيها معاني الزواج وتكوين الحياء، لذلك عندما الأنثى يكون عندها علاقة مع أخو زوجها الأصغر منه أو أكبر منه الحمو، هذا معنى أنه هو أخوه في الحساب بيبقى
هو أخو ابن عمها. ابن عمها ممكن يكون فيه ابن عمها الكفء. ابن عمها الكفء هي العلاقة التي يمكن فيها تكوين الحياة، لأنها تأيد وجود الله وأطهر علاقة وأصح علاقة. فمعنى أخوه، لأنه الأخ والأخت، ومعاني الأخوة ممنوع فيها الزواج والجماع والولادة، بيبطل معنى إنه ابن عمها الكفء، فبينقض معنى ابن عمها الكفء الذي فيه معاني تكوين الحياة، بيخرب معنى الأخ، فيأتي بالمعنى الضد إلى معنى الموت. ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: الحم الموت. إنه أخ ابن العم الكفء، إنه الحليل الذي يكون منه الحياء، عندما يؤاخى يبطل من معاني إعطاء الحياء والجماع والولادة، فيكون فيه المعنى الضد الذي معنى عدم الجماع والولادة وإحياء الناس لمعنى الموت. وهو للإنذار والتحذير من الزنا داخل العائلة وداخل القبيلة والشعب الإنساني. ولكن الناس بترضى بهذا الزنا في العائلة وفي القبيلة والشعب الإنساني، لأنه يرونه أقل مضرة. إنه الناس البزنوا دائما أخلاقهم وصفاتهم فيهم الكبرياء وفيهم القهر وفيهم الفراعنة، فصعب يتعاملوا معهم أهلهم والمجتمع والناس والشيوخ والملوك والحكومات. فأحيانا كثير يعطوهم حريتهم، وكل اللي يقدروا أن يقولوا لهم أو يفعلوا لهم هو أن لا يكثروا من الفساد. وهذا في معاني الزواج والجماع والولادة والزنا، هو أن يشجعوهم للزنا داخل العائلة أو داخل القبيلة والشعب الإنساني، حتى لا يمشي يزنوا من قبيلة أخرى أو شعب إنساني آخر فتبدأ حروب وتكون فضيحة، والأطفال يكونوا واضحين فيهم الإلحاد ويعرفون الجماع لأن يعرفون المختلف اجتمع. ولكن عندما يزنوا في العائلة أو في القبيلة، الأطفال ما زال ممكن يهدوهم بقول إنه أم وأبوهم من نفس اللحم والدم، من نفس القبيلة والشعب الإنساني، فلم يتعرضوا لمعنى الاختلاف كثير من الأم والأب، لأنهم من نفس العائلة ومن نفس القبيلة. أو يكون فيهم معاني الأخآب أو الأختاب أو أخت الأم أو أخ الأم، مما يقول لهم بمحاولة تطهيرهم من المعاني النجسة التي تكون من الزنا الولدوهم منه، لأن أبوهم ترك بنت عمه الكفر، العلاقة التي تؤيد وجود الله رب الإسلام، لأنه أطهر علاقة والله أطهر منه ما في، وتزوج وزنى بأنثى أخرى في العائلة أو القبيلة أحبها لصفات جميلة فيها لم يجدها في بنت عمه الكفر. فمن أهم أسباب أن الناس ما بترضى الزنا والزواج من القريب هو لصعوبة القول بأنهم يملكون شخص لم يكن من عائلتهم وقبيلتهم وشعبهم الإنساني، وللخوف والاستحياء أنهم ينسبون إليهم السرقة. أو سهولة الزنا والاغتصابات مما يضر سمعتهم وزمتهم وأخلاقهم وعرضهم بين الناس. فهذه من أهم الأسباب التي يرفض الناس فيها الغريب ويرضون ببنت العم الكف الذي فيها قوة معاني الملكية والبركة في تأييد ومعرفة الله، وإن هي العلاقة الحلال. ومنها إنه عورة الغريب، إنه الناس بترفض زواج الغريب لعورة الغريب، إنه القول بأنهم حيتعرى عندهم شخص غريب أو إنهم حيكون عندهم تعامل جنسي أو جماع
مع عورة الغريب، بما كل ما في العورة من معاني أوساخ ونجاسات وغزارات، هذا لا ترضاه النفوس والناس لا تحب أن تشهر به. فحتى المرأة البنت عندما تزوج ابن عمها الكفء، في كونها يتعرى لها ابن عمها الكفء وتعرف أو ترى عورته أو تلامس وتجامع عورته، بتغير حالها الاجتماعي والديني، أو بيكون في حالة نجاسة يجب التطهير والغسل منها. ولكن برضو في حسابات في معاني الذمة والإجرام وما في المحاكم، إنه تعرف الأذى إن عرفت العورة الرجال، فتعرف أكثر في معاني الأذى، فيمكن القول بأنه يمكن يكون منها الغضب أو إيذاء الناس، فيخاف والناس يستحون منهم، ولذلك هذا من السبب الناس بتخاف وتستحي من الشخص الكبير. إنه نفس البنت وقتها العذراء لم تظهر على عورات الرجال والجماع، بيكون فيها اللطف وسهولة التعامل، وبتكون هينة، حتى ممكن تكون ذليلة أو يأذوها الناس لأنها لا تعرف كثير من معاني الأذى، لم تظهر على عورة ابن عمها الكفر ولم يكن لها جماع، فلا تعرف معاني الأذى، فلا يخافون منها أن ترد العقاب أو تنتقم. أما يوم يتزوجها ابن عمها الكفء ويدخل بها ويتعرى لها عورته أو يكون لمسها والجماع، بيتغير حالتها إنها هي بتعرف الأذى والعورات، فمحرشة بقت للمشاكل وللانتقام، مما يجعلها فيها هيبة، وهذه جزء من هيبة إن الإنسان يكون كبير متزوج، إنه يعرف كثير من الأذى، مما يجعله فيه إمكانية فعال الأذى للناس. وهذا جزء من الفقه والفكر العربي والإسلامي، إنه البكر هي العذراء الغير متزوجة ولم يكن لها تعري عورات أو معرفة جماع أو عمل جماع. أما السيب هي من السيعي به، التي وعت بمعاني السيئة، إن تعرفت على عورة الرجال وكان لها من الجماع، المرأة المتزوجة. فهي في فئة مختلفة في الفقه وفي القوانين العرب والإنسانية. فالإنسان لما يكون تزوج إنسان قريب وعرف من معاني الأذى، الناس في المجتمع بتكون عندها علم بذلك، فيصعب التعامل معه، والناس لا تريد أن تكون صعبة في المجتمع، بالذات العرب والمسلمين، إنه قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمسلمين فيهم الرحمة والرأفة والطيبة والكرم والإحسان والصدقة. والإنسان إن جعل نفسه تابع أن يجعل نفسه فيه معاني أذى كثيرة من معرفة عورات الناس وذل ذلك وعدم القرف منها، فهو من مضرة له بين الناس. وإن الإنسان يشرع على نفسه أنه يرضى بعورات الغريب، شخص من قبيلة أخرى أو شعب إنساني آخر، فيه من قول إنه من النجاسة الزائدة التي يحاسب عليها ويحسبها الصالحين الطاهرين الأحناف الدراويش الحيران طلبة الشيوخ شيوخ الدين. وإنه الإنسان يرضى بأنه يعرف
ويتعامل مع عورات الإنسان الغريب، فيها من إنه هو إنسان في نفسه نجس وفي نفسه فيه تحمل الأذى وفيه تحمل الأوساخ، فالناس لا ترضى أن تأكل معه أو يطبخ لهم أو يزوروه، فكل هذه مضرة اجتماعية الناس في غنى عنها بتفكر فيها في اختياراتهم عندما يتزوجوا غريب أو يتزوجوا أحد من عائلتهم. ولكن أهم من ذلك هي معرفة الله، إن الرجل يختار بنت عمه الكفر أطهر علاقة ممكن تكون له ويتقبل بها ويقبل بها ويلد أولاده منها، فأولاده يلدون معرفة لهم معرفة بوجود الله رب البيت إله الإسلام. هذا هي أهم منفعة في زواج أولاد العم وأكبر ضرر في زواج الغريب، إنه بين العرب المسلمين الذي فيهم هذا الدين الجميل الذي هو الإسلام والدين الجديد، فهو الإسلام دين أتى من بعد دين عيسى النصارى والمسيحيين ودين موسى اليهود ودين الصابئين دين يحيى، فالإسلام دين جديد ودابو الناس تعرفت عليه في العالم ودابو بدأ ينتشر في العالم، فهو شيء جميل وشيء جديد وشيء راقي وشيء عجيب إنه في جنة وفي نار وفي إله كامل الطهر وقدوس وسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي هاجر من مكة إلى المدينة. فالدين الإسلامي دين غني بالمعاني والروحانيات والحقائق الدينية، فمن الظلم الكبير إنه الإنسان يلد أولاده من علاقة تحرمهم من حقيقة معرفة الله والإسلام. قال الله: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. من أظلم، يعني أكبر ظلم هو الظلم منع عبادة الله ومعرفة الله والغرب إلى الله وطلب رؤية الله، فإن الطفل إن الله في القرآن قال: عين اليقين وحق اليقين علم اليقين. إنه الإنسان عندما لا يكون مولود من أولاد عم أكفاء من الحليلة من العلاقة الحلال التي تؤيد وجود الله، فعندما يخبرونهم عن الله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو تصوير فهو علم، أما عندما الإنسان يكون من أولاد عم أكفاء حلائل فهو حق اليقين، هو حقيقة يعلمها في نفسه، فهي على درجة وأعظم مكانة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فإن الإنسان، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أطلب الفردوس الأعلى، وهذا في التحفيز لأن الإنسان والمسلم يكون فيه قوة الإيمان وعلو الهمة لطلب أعظم الجنان الفردوس، وهذا يكون يفكر فيه الإنسان عند في اختياره حتى في زواجه، إن زواجه من تعمه الكفء الحليلة فيه أكبر منفعة معرفة الله ليس فقط في الأولاد الذي يلدهم، ولكن في نفسه وفي زوجته وفي المجتمع وفي المسلمين، إن الإنسان يؤيد ويغير ويؤكد الخلق الطاهر الذي يقول بالخالق الطاهر، فهذه شهادة عظيمة فيها تقوية الإيمان. كما إن الإنسان يدمر آيات الله ويتزوج مرأة غير بنت عمه الكفء الحليلة فهذا من الإلحاد وهذا من ضعف الإيمان وهذا من الضرر في الدين للنفس وللأولاد وللمجتمع وللمسلمين.
ولذلك اختيار الزواج لأنه مرتبط بمعاني وبأفكار وبمنافع ومضرات كبيرة، لذلك هو اختيار لم يتركه حتى الله للإنسان نفسه، إنه قال الله أنكحوهن بإذن آبائهن، إن أمك وأبوك، إن الوالد والوالدة والأعمام والعمات والخال خيلان والخالات والجدود، قال الله أمرهم شورى بينهم. وإن الحاجة الحقيقة الحاجة الصح الإنسان ما بيستحي أو بيخاف يظهرها للناس ويعلم الناس بها، إنما الناس قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بليتم فاستثروا، الناس بتستر الأشياء الضعيفة الظلم والمعاصي والنواقص، أما الأشياء الحقيقة والصح الناس بتشهرها. وعادة وتقاليدا في العرب والمسلمين الرجل عندما يريد أن يتزوج بنت عمه الكفء بيخبر أعمامه وجدوده وجداده وخالاته وعماته وخيلانه، يشاورونهم، وهذه الشورى هي للتأكيد إنه هو الاختيار الحقيقي وهو الاختيار الصح، وبتدي فرصة عندما يكون الاختيار خاطئ أن يصلح من بدري. فقال الله فانكحون بإذن آبائهن، ما بإذن أبوهم أو أبوها الذي هو والدها، ولكن أنكحوهن بإذن آبائهن. وآبائهن هي جمع جماعة، ولذلك هي فيها معنى الأب والأم، وكذلك معنى أخوانهم وآبائهم، حتى يكون صح الزواج للبركة. فاختيار الزواج بإذن الآباء، وهذا حتى يؤكد من صحة الزواج، إن الأم والأب يعرفون الزواج، إن الإنسان عندما يريد أن يختار شيء من الأحسن يختاره شخص يعرفه جيد، فالأم والأب لهم تجربة زواج وتجربة جماع وتجربة ولادة وتجربة عيش في المجتمع وحكمة وصلاح ودين وعبادة. فعندما الله جعل لهم الإذن والاختيار في الزواج فهو حتى يعطي الأطفال العزار الذين هم لهم الزواج شيء جديد وغير معروف الجماع ولم يكن لهم أسبقية تجربة الزواج، إنه يساعدهم في الاختيار والإغرار شخص يعرف الزواج والجماع والولادة. وهذا حتى يصح الاختيار في الزواج لأنه أمر مهم، ولأن الأم والأب ابنهم وبنتهم بعد ما يتزوج ويلد حيضع الأولاد في اسمهم، إنه الرجل عندما يتزوج ويلد أولاده لا ينسبون له هو فقط ولكن لأبوه وإلى جدوده، ولذلك هم عندهم الحقية الإذن، وهو من الأدب والحقية، وهذا فيه تأكيد لمعاني زواج أولاد العم الأكفاء والحليلة والملك والملكية في الزواج، إنه كما إنه الرجل بيزوجوه بنت عمه الحليلته الذي يملكها وهي حق له، حتى يكون عنده حق لمسها واستعمالها والجماع والولادة منها والنفع منها، ويكون يحق لها ما يعطيها من معيشة وجماع وحصن وخير. لذلك أيضا آباءه الذين يضع في الأطفال من بنت عمه في اسمهم عندهم حقية لأن يستأذن منهم، يقول لهم إنه هو حيتزوج بنت عمه الكفء الحليلة والأولاد حيضعوا في اسمه واسم أبوه وأجداده، فهو من الأدب بإذن آبائهم بالإذن. والإذن في اللغة العربية هو للقصد بالسؤال من هو يملك الشيء أن يأخذه بأدب، هذا ما يقصد به الإذن والرخصة،
إنه الشيء الإنسان يحترم حق الناس ولا يأخذه إلا بإذنهم. ولذلك كلمة إذن فيها معنى الملكة والملكية، إنه أساميهم ونسبتهم للقبيلة وللشعب الإنساني يستأذن منهم في وضع ناس جداد فيه. ومن الحقية لذلك إنه يكون هذين الناس أولاد حلال ويعرفون الله، وهم حقينهم من بنت عمه الكفء. وهذا برضو إنه الزواج بإذن الآباء في الإسلام وفي العرب، هذا من الأسباب التي جعلت الاختيار يكون في أولاد العم والأهل، إنه اختيار لم يكون للإنسان فقط المراهق ليختار البنت اللي عجبته الجميلة أو البنت الشفوقة على المعيشة وتقول إنها تريد أغنى رجل يعيشها، ولكن بيعطوه الاختيار والإذن للآباء الذين فيهم الحكمة ومعرفة حقيقة الزواج والجماع والولادة حتى يقولوا إنه شيء كبير، وإنه يكون فيه عراء ويكون فيه استحياء، ولا نريد أبناءنا أن يتعروا ويكون لهم جماع مع شخص غريب، لا نريد بنتنا أن يستعملها رجل غريب لحوجاته الجنسية، ولا نريد ابننا أن يظهر عورته لبنت غريبة فتكيد به من أذى معرفة عورته فتأذيه أو تقتله. فالأم والأب الذين يأخذ منهم الإذن في الإسلام هو للأمان في أن يكون الاختيار هو الاختيار الصحيح، ويكون هو زواج أولاد العم. وهذه هي من الأسباب التي جعلت الاختيار زواج أولاد العم يكون فيه الصحة ويكون فيه القبول ويكون فيه الحق الاختيار في العرب والمسلمين في العالم.